كما كتشوفوا كنتوازوا في المعرض الثالث ديال ليكسبوزيسيون ريفليخوس اللي الاهداف ديالها والهدف ديالها الاولاني هو تعطي فرصه للشباب الفوتوغرافيين اللي كاينين في المغرب اللي عندهم واحد الفن اللي خصهم يوريوه للعالم يوريوه للناس اللي كيجيو يشوفونا وعندهم واحد الرساله هي اهم حاجه ديك الرساله هي اللي كتعبر على الثقافه ما بين المغرب واسبانيا وكتشوف من خلال واحد الصوره كنقدروا نشوفوا التعايش اللي كاينين ما بين جوج دول ما بين اسبانيا والمغرب ما بين ثقافتاهما الوغ المعرض فيه ثلاثه ديال المصورين عندنا احمد بالخياط عندنا عبد الكريم وعندنا ايوب بدري اللي ثلاثه بهم عندهم صور مختلفة كما تقدروا تشوفوا ولكن رسالة موحدة يعني واحد رسالة اون كومان واحد رسالة وحدة هي ثقافة يعني انكوراجيو الثقافة الماروكان والاسبانيول ويعطيوها فرصة باش تدار في العالم كامل. اليوم جيت من طنجة باش نعرض صور المدينة العتيقة اللي كتميز بالتراث ديالها والحياة. اول عرض عندي هنايا مع ريفليخوس اكسبو اللي كيتراسو ايوب بدري يعني هاد الصور اللي عرضت هنايا حاولت نوصف بهم مدينه تطوان العتيقه بالجماليه ديالها والناس ديالها وهذا غيكون اكسبو الثالث ديالي في مدينه تطوان وكنتمنى نكون وصفت المدينه ديالي كما كنشوفها انا وشكرا لطنجة نيوز شكرا اللي كدل الثقافة ما بين طنجة واسبانيا وكيبينوا الجمالية ديالها وكيتوها شي منظر مزيون اللي تبين طنجة في واحد المنظر مزيون هذا منديل زعما هذه التصويرة كتعني زعما براءة نزلت الجبل حيت الأطفال هما براءة فهمتي كيفاش وهذه التسامح ما بين فهمتي راه الجامع وكان التسامح ما بين الاديان زعما المدينه ديالنا مفتوحه لجميع الاديان وجميع الاجناس وهذه كتعبر على الحب والفرح فهمتي ذاك الالوان ديال الغروب كيدور على الحب ولا لامو ولا الفرح ولا الرولاكس ولا